بابا. المهم هون قال أحد الأطفال السوريين في الغوطة الشرقية على أهل غزة، هذا موضوع، سأكتب الأشعار في الليل والنهار ليصبح المعيار كأصوات الأسود، ولا ينسى الزمان كم مات من إنسان بمعارك الفرقان وبالدم، ولتكتب الأقلام عن غوطة في الشام أطفالها رجال ستكسر القيود. هذا كان تضامن من أهل الغوطة للمنكوبين في قطاع غزة. نتابع هذا المقطع ومن ثم نعود لمقطع الطفلة. ماذا ستكتب يا فداء الإسلام؟ سأكتب الأشعار بالليل والنهار ليصبح المعيار كأصوات الأسود، ولا ينسى الزمان كم مات من إنسان بمعارك الفرقان وبالدم يجود، ولتكتب الأقلام عن غوطة في الشام أطفالها رجال ستكسر القيود، ولتعلم الأجيال بذلك المقال، ولتنقفت في الحال لتقتل الأسود، فليذكر التاريخ أعداد الصواريخ تقتل الأطفال وتدمر البيوت، فليذكر ولتحكي الأيام خيانة الحكام وتآمر النظام كأنهم قرود، وكتائب القسام تأبى الاستسلام تسير للأمام كأنها الوعود، أعدادها كثيرة أفكارها منيرة في قلبها بصيرة سلاحها الصمود، فهي يا أخوان نسير للأمام في جنة العدنان لنلحق الوفود، دماؤنا زكية نفوسنا أبية أرواحنا هدية لله المعبود، سلاحنا الإيمان الصبر والسلوان وندعو الرحمن أن يقبل الجهود. تكبير. هذا إهداء من أطفال الغوطة الشرقية المحاصرة من سقبة إلى أهالي غزة المنكوبين.